في البداية تعالى نتكلم بشكل عام عن أداء الزمالك الفترة اللي فاتت في بداية الموسم. الزمالك يعني شهرين تقريبا أو شهر ونص، 3 لقاءات دوري، منهم في لقاء رابع مؤجل، بس 3 لقاءات لعبوا في الدوري، 4 لقاءات أفريقيا وماتش سوبر. تقييمك على اللقاءات دي بشكل عام، 8 لقاءات، تقييمك عليهم إيه بشكل عام للزمالك؟ لا، هو تقييمي بشكل عام للزمالك، الزمالك يعني بصرف النظر عن بعض النتائج في الفترة الأخيرة، لكن خلينا نكون متفقين إن أنا ضد تماما فكرة انتقاد أو هجوم أو التفكير في قالة البرتغالي جوزوالتو فيريرا، وده شيء حقيقي تماما. انا كنت بتكلم على فكره الاشاعات اللي طالعه، اشاعات كتيره وهتلاقيها بتتداول. احنا ما بنقيمش، المفروض احنا ما بنقيمش من اول مباراه او مبارتين او ثلاثه، لا، انت عندك الفكر التطور، ومجلس اداره نادي الزمالك يشكر برئاسه المستشار مرتضى منصور فيما يتعلق بانه هو قطع الشك باليقين في هذه المساله، وقرر واكد ان فيريرا باقي ومستمر. المستشار طلع اتكلم وقال يا جماعه انا معايا افضل مدرب، اعظم مدرب في تاريخ مصر. ف يعني دي المفروض الجمهور ما يستعجلش، لا، في احنا خلينا نكون متفقين ان بعد مباريات اي ديربي دايما الخساره بتبقى في اي كلاسيكو او اي ديربي دايما بيبقى في تذبذب في المستوى تدريجي، ده امر منطقي وامر واقعي جدا. خلينا نكون متفقين ان في كان سلسله غيابات بيعاني منها نادي الزمالك في الفتره الاخيره، وكلهم جمله وكلهم عناصر أساسية في الفريق الأول. في برضو إن في بالإضافة إلى إن الصفقات الجديدة لسه ما انسجمتش، فما أقدرش لسه ما طلعتش الصفقات، لسه نص إمكانياتها، نص إمكانياتها لسه ما طلعتش. فبالتالي أنا شايف إن من وجهة نظري إن الصبر ثم الصبر. يعني خلينا نكون متفقين في الولاية الأولى لفريرا، يعني أنا بستبشر خير إن هننافس على الدوري السنه دي وهناخده السنه دي، بستبشر. وده مش اوبشن، ده احنا هننافس. ما هو احنا هننافس، بس خليني افكر الناس في موسم 2014 2015 الولايه الاولى لفريرا، الزمالك عمل ايه قدام انبي؟ اول ماتش كان غلب 2-0. لا، كان في تعادلات كتير كمان. لا، اول مباراه كان هزيمه، هزيمه 2-0، النهايه كانت ايه؟ خدنا الدوري. فبالتالي انت بتتكلم على مباراه انبي عشان تعادلت معاها، مش مقياس، مش تقييم للفريق. انبي الدور الاول السنه اللي فاتت كسبتني، والدور الاول كسبتنا. ما هو هو كله، بص، احنا انا بتكلم على عهد فريرا، مع فريرا برضو السنه اللي فاتت، الدوري اللي فات. انا بتكلم على عهد فريرا. فريرا لا، فريرا من المدربين الممتازين جدا. اخطا، بيخطئ، وده اي مدرب بيخطئ. هو بيعترف بده على فكره. طيب، واحنا بنشوف مثلا يورجن كلوب المدير الفني لليفربول. ليفربول مستواه السنه دي مختلف عن على ذكر ليفربول، محمد صلاح سجل هدف. طبعا في لقاء قوي جدا ليفربول وتوتنهام، وتوتنهام هو المركز الثالث في الدوري وليفربول المركز التاسع. بغض النظر عن الترتيب، هو ماتش في لندن ملعب توتنهام، فاللقاء حماسي جدا. صلاح ابننا قدر يسجل الهدف الاول في الدقيقه 11، وصلاح ماشي بشكل جيد حاليا الدقيقه 35، خلاص 10 دقائق على نهايه الشوط الاول، وصلاح حاليا وصل 125 هدف في الدوري الانجليزي، ده رقم طبعا كبير جدا، احسن واعظم لاعب افريقي سجل في البريمير ليج. فتهيألي خلاص كده هو بالهدف ده تعادل مع انيليك على فكره، فخلاص يعني صلاح ناقص له هدف ويبقى عدي انيليكا، وان شاء الله يقدر يسجله النهارده. هو حاليا في المركز 17 بين هدافي الدوري الانجليزي في التاريخ الدوري الانجليزي. بص يا جماعه ارقام عامله ازاي. انت صلاح ما تقدرش تتكلم عليه خالص، يعني صلاح في كوكب تاني، يعني زي ما بنقول. يعني فكره على ذكر صلاح، كان اليسون اتكلم وقال ايه سر صناعه اهدافه لصلاح، يعني قال دي مش اول مره، فطلع اتكلم قال بنتمرن عليها، وصلاح بيتفق معايا هيجري ازاي، وعارفين صلاح هيجري في انهي حته، في انهي منطقه، يمين ولا شمال ولا في قلب الملعب، مرنا عليها كتير. عشان كده تلاقي اليسون مجرد ما بيمسك الكوره عارف صلاح فين، عينه على صلاح وبيجري يحط الكرة باقوى حاجه عنده في الاتجاه ده. ده سر التفاهم والتجانس، يعني ده سر التفاهم والتجانس ما بين اللعيبه. في ناس بتعمل تدريبات على الكور الثابته والحاجات، ده بيعمله ده بيعمل، شوف بقى ازاي الكوره من الجول للمهاجم. يعني نفسي اعلم كل الحراس المصريين، الحارس اللي بيمسك الكوره بيفضل واقف يستنى تلت ساعه، يا عم العب هجمه مرتد،
هو لازم انت احنا بره تلاقي المدافع عايز يوقف الجون، الجون بيزق يعني. اليسون لو شفنا جون بيزق المدافع وبيجري عايز يلعب الكوره على طول، عايز يلعب الكوره لانه هو فاهم هو مش مستني ينزل الكوره هنا في هنا، لا هو بيجري الكوره، هو ما بيبنيش الهجمه من تحت يعني. انت انت الفكر كله ان هو ما بيبنيش الهجمه من تحت، لا ده هو عارف ان هو على طول صلاح فين، مركزه فين، جمله متفاهمين عليها خلاص. احنا عندنا ديلي بسيط ان احنا بدانا نقول الله ده احنا ممكن نبني الكوره من تحت يا جماعه. دلوقتي العالم بقى بيتعب الكوره ما يتعبش اللاعب طبعا، المفروض اجري الكوره مش انا اللي انا هتحرك واجري، بس مش لازم عشان ادي الكوره من الوينج رايت للوينج ليفت اروح وارجع للمدافع النص واروح حاطط خط النص اديها للمدافع، المدافع يديها لجنبه لجنبه يديها لجنبه، فالعالم عرف ان انا هديها وفي الاخر انا راجع تاني يا جماعه. هي الكروس باس شكرا، هو هو ده الفكر اللي عشان كده انت لازم تستفيد من الفكر التوقف ده. التوقف ده ان هو هيساعدك بشكل كبير انك انت تحفظ اللعيبه جمل تكتيكيه جديده تفاجئ بيها. لو الزمالك كان الموسم اللي فات اقوى فرقه في الدوري بتعمل كاونتر اتاك. اه طبعا طبعا، خلصنا باقي اللقاءات وكان الناس بتخاف تهاجمك عشان لو هاجمت الزمالك وقطع كوره جاب جون، وانت كنت بتهاجم بشكل شرس شرس جدا، وكنت بتجيب اهداف احيانا في مباراه بتعرق معاك، بس كنت واثق انك انت هتكسب. جبت اهداف من كل حاجه، من كورنرات، من فاولات، من تسديدات، من ضربات راس، ضربات جزاء، ضربات راس. كنا الزمالك كان بيحارب بكل الاسلحه، عملنا الاوت سلاح طبعا، سجلنا طبعاً من رميه التماس هدف ماتش بيراميدز في ماتش لعبت شيكا شيكا راح قطع وراح جابها جول صحيح.